إذا مشاهدي شفتي بي تحية طيبة لجميع المتابعين، كنحييكم الأجواء المسائية هنا من نواحي مدينة وجدة بطبيعة الحال. إذا الإخوة الأخوات كما كتشوفوا الخبر ديال عملية اختطاف وطلب فدية مختطف عربي، يعني إحدى الجاليات العربية بطبيعة الحال، وكما هنا بطريقة غير مشروعية. إذا الظاهرة كتذكرني بالذاكرة الظاهرة اللي كاينة في ليبيا، يعني الناس كانت انسبيرا من هذاك الشيء ديال ليبيا وداك الشيء، ولكن للاسف كنقول لكم ابلي هذا المغرب، يعني بظرف قصير اتصال خفيف صغير من يعني الرقم 19 قدروا يطيحوا هذا اللي مشتبه فيه، يعني في الاختطاف وطلب الفديه. اذا غادي ديال البلاغ ديال ولايه امن وجده بطبيعه الحال اللي قامت بهذه العمليه ديال العملية النوعية بطبيعة الحال هي الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة اللي كنشكرهم بزاف. إذا تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بطلب فدية في حق مواطن من جنسية عربية. كانت مصالح الشرطة بمدينة وجدة قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19 مفاده تعرض الضحية الذي يشتبه أنه من المرشحين للهجرة السرية للاستدراج من قبل المشتبه فيه، حيث قام باحتجازه بمرأة بمنزله بمدينة وجدة قبل أن يربط الاتصال بعائلته من أجل مطالبتها بفدية مالية مقابل إطراق الصنع. قد أصبر التدخل فوري لمصالح الشرطة القضائية عن تحديد مكان احتجاز الضحية وتحريره، فضلا عن توقيف المشتبه فيه بعين المكان قبل أن يتم نقل الضحية للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية جراء تعرضه لجروح طفيفة. عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مجموعة من الحلي والمتعلقات الشخصية، إضافة إلى حجز بندقية تقليدية ووثائق تعريفية وبنكية يجري حاليا التحقق من مصدرها واستعمالاتها، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من العائلات الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع وظروف وملابسات هذه القضية التي يشتبه ارتباطها بنشاط شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والتجارة في البشر. إذا كما كتشوفوا معنا، يعني يقدر يكون هذا السيد هذا مشتبه فيه كي يقوم بعملية ديال التهريب التجارة في البشر بطبيعة، يعني التهجير هجرة سرية. وقام بهذه العملية ما عرفناش الحيثيات وداك الشيء، ولكن السيد يعني قوة محتجز في لاكاف ديال المنزل ديال السيد هذا، واتصل بعائلة ديالو وطلب فدية، يعني مبلغ ما يعني اما غادي تعطوني قدا ولا ولدكم راه غادي مثلا نقتلو ولا ندير له ولاد، يعني هذاك الشيء نتاع الافلام. رجع هنايا مدينة وجدة، قلت لكم هذه القضية هذه كتذكرني بما يحدث في ليبيا، لان بزاف تاع الناس اللي مشاو باش يحرقوا اوروبا عن طريق ليبيا وحطوا مبالغ ماليه كبيره وتعرضوا لاختطاف و كما كنقولوا حنايا طلب الفديه في ليبيا. وقع في تركيا عاوتاني كان موجوده هذه القضيه هذه بزاف تاع هي. لهذا الانسان يحاول يحذر راسه كما كنقولوا حنايا، ونحاولوا ما تعاولوش، لان كما وقع هذا الشيء هذا هنايا يقدر يوقع لهذوك الناس اللي يمشيو يحرقوا عن طريق الجزائر، يقدر يوقع لهم في الجزائر، يقدر يوقع لهم في ليبيا ولا في دوله اخرى. كاع وحنا الحمد لله بلد الحق والقانون والامن والامان، يقدروا بواجيز يقدروا انهم يجيبوا هذا يحدوا المكان ديالو بطبيعه الحال ويجيبوه ويقوموا بالواجب. اخرى ولا راه ما غاديش دير حق ولا باطل بهذا المعنى هذا. اذا تحيه طيبه وتبارك الله عليكم، ولنا العوده في بث مباشر.